السلام عليكم ورحمة الله. إذا سويت معروف في الناس وتبي تنتفع به أنصحك نصيحة عليك إنك تنساه. المعروف إذا قمت تذكر الليل النهار غالبا يضيع أجره، لكن إذا نسيته الله سبحانه وتعالى ما ينساه لك أبدا. قصة يرويها واحد من الأخوان يقول جيت المدينة منورة، يقولون شبت أبي أروح لديرتي ما لقيت أحد يوديني، الناس كلهم ما يروحون إلا جدة مكة، لكن الشمال ما حد يبيه. طيارات ما به طيارات، يقولوا السيارات كلهم ما يبون الا جده ومكه، يقولوا بحلت بعمري. هو يقصد بالسيارات التكاسي، الشاهد في الامر يقول فيها كالشايب، يقول ناظر في وجهي وحن علي ورأف بي. انا شاف ما حد موديني قال يا ولدي اركب اركب، يقول والله ركبت معه ومشينا يم الشمال. بشكل الموضوع ذكر الشايب سالفه حصلت لي، يقول سنتي من السنين كنت انقل ركاب من السعوديه الى الشام. يقول مرة من المرات بعد ما نزلت الركاب اللي معي نصيت هاك المطعم لجل أتغدى فيه. يقول أخذ طاولة وطلبت الطلب، يقول من نظرت لون هاك الولد اللي مو من هذا الشام وليدي نسيمر يبي أحد يعطيه أكل. يقول سمعت صوته ونبرة كلامه، يقول له والله يوم هزني هذا الولد ما من هالديار ذي، يقول ونادي أنت منين يا ولد؟ ناديته وجلسته معي ونشدته عن اسمه وعن ديرته، يقول له والله يوم علمني وعلمني بسالفته. ولا الولد عمره الله والعالم تحت 20 سنة، 17 18 19 بالكثير. يقول قمت أسولف أنا وياه، قال الوالد كازني يم الشام لجل مقضات بجيبها له، يقول ضيعت الدراهم وضعت. يقول تغديت أنا وياه يوم أنه خلصنا، يقول ومد عليه 500 ريال، يقوم شافه قال يا عمي هذه واجد، يعني 500 هكذا يوم ترى واجد، قبل 30 سنة ذا الكلام. الشاهد في الأمر قلت يا ولدي خذها وقض لزومك وممدي. كالأيام 500 بالنسبة لسواق تاكسي تراها أمر سايدن بالحيل. يا بشرة شرط قلت سم، قال تراها سلف مهب عطية، قلت سلف مهب عطية، قال وش اسمك؟ قلت اسمي أبو محمد الحربي، والله ما بغيت أقوله لكن قلت تسدى. فرقت أنا وياه مرت الليالي والأيام، ويجي هاك السنة بعد 30 سنة تقريبا، يقول أخذت لي مشروع سقيا حول المدينة. يقول مشروع السقيا أخذته بعد ما تركت التاكسي وصرت أشتغل على هاك القرية، يقول أودي لهم موية موقع بيني وبين البلدية عقد. كل يوم من الأيام هاك الظهرية طالع بالوايت مودي رد موية للديرة اللي أنا وصل لها الماء، وفي نص الطريق انفق علي الكفر. لا والله يوم إني بلشت، يقول فكيت الكفر قمت أوقف للسيارات، يقول كل من شافني أنا وكفرتي انحاش وتركني. ساعة ساعتين ثلاث أربع، يقول فيها الشمس، يقول وفجأة لها كل جيب الأبيض الفكسار اللي يقول يوم صفط عندي. أمر مقدرها الله، يقول أقبلت على الولد قلت لو سمحت بك توديني للديرة الفلانية، يقول والولد ناظر في وجهي قال بسألك سؤال، قلت سم، قال أسألك بالله، قلت سم، قال ما أنت أبو محمد الحربي؟ قلت لا والله. يقول والولد يفك الباب، يقول هو يجيني ويحضن ويحب رأسي ويقوم يصيح بسم الله عليك أنت من أنت وأنت شو سالفتك؟ تذكرني؟ قلت لا والله يا ولدي ماني بذكر. قال تذكر وجهي؟ قلت والله ماني بذكر وجهك. قال شفتني؟ قلت لا والله ما اذكرني شفتك. قال انا الولد اللي كان في المطعم في الشام هاك اليوم اللي غديته وعطيته 500 ريال قبل 30 سنة. قلت لا والله اني يوم اني تذكرته، قال سبحاني اللي طلعني لك في هالساعة. قلت اترك اترك الكفر اترك 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 واركب معي، يقول والله واركب معي، يقول والله ياخذني لديرتهم، يقول وجهي والقشيبانهم، يقول والله يتحفون بي وترحيب وعزايم ومفاتيح وشيل وحط، يقول يا جماعه انا وراي عقد وراي نقليات تكفون لا تضيعون الوقت. يقول لا والله قلت لا يضيق صدرك ولا يهتم، يقول اخذت شوي والله الوايت جاي مغيرات كفرات كلهن كفرات جديده. أخذت شوي، يقول والله أنا الولد جايني ومعه 25 ألف، قلت خير إن شاء الله، قال هذه عن 500، قلت هذه 500، قال هذه 25، والله أنها ما تلحق جزاك. أبشرك صرت ضابط واعتبرني واحد من عيالك، قلت هذا شرف لي، الله يجزاك خير ويرحم والديك. سبحان اللي خلاه يتعطل الكفر عشان يتغير الكفر كله ويجي فوق 25 ألف. هذا له في الدنيا وما عند الله خير وأبقى. خيرا ترى المعروف اللي تنساه الله سبحانه وتعالى ما ينساه. انسوا معارفكم على الناس. السلام عليكم.